لو الحكاية فيها إن فيتو عليك بزيادة الذهب دوت مشروع كويس قومي لمصر، ولا بما إن دكتور مصطفى السيد صرح في آخر حوار ليه معايا قال إن هو لسه في التجارب على الحيوانات الكبيرة. نعم ده صحيح. ده صحيح. حضرتك شايف المشروع دوت يعني شايف إن هو نتائج المشروع على حيوانات التجارب مبشرة، ولكن زي ما قلت في الاول لو تفتكر حضرتك ان ده مش معناه ان احنا وصلنا الى علاج تتبناه شركه تنتجه. ده اللي كنت بقوله من الاول يعني قبل ما اتطرق لهذا الموضوع، يعني على مستوى المعملي وحيوانات التجارب النتائج مبشره، ولكن عشان يبقى علاج يوصل بتصنيعه لازم يمر بمراحل التجارب على الانسان اللي قلت لحضرتك اللي هم الخمس مراحل، وتكون النتائج مؤكده ومن مراكز علميه مختلفه. هنتكلم في سؤال تاني بقى، بما ان حضرتك رئيس اكاديميه البحث العلمي، هل ترى ان ضم وزاره التعليم العالي للبحث العلمي ده ظلم للعلماء، ولا هي فعلا كده ده قرار سائق من الدوله؟ والله هو الناس منقسمين، يعني في راي بيقول البحث العلمي 70% من البحث العلمي بيجرى في الجامعات بحكم عدد الباحثين والعلماء في الجامعات المصريه، وانه مرتبط بالتعليم العالي ولا يمكن فصل التعليم العالي من البحث العلمي. هذا راي يحترم. في راي اخر بيقول ان البحث العلمي نظرا لاهميته يحتاج تفرغ، ويحتاج وزير يعني فقط بحقيبه للبحث العلمي فقط. وراي حضرتك؟ رايي مش المهم ضم الوزارتين او فصل الوزارتين، المهم ان يبقى في منظومه تمشي حتى ولو بدون وزير. زي ما قلنا يعني ايه، احنا عايزين نوصل لمرحله نبقى مش مهم شكل الوزاره ايه وشكل الحكومه ايه، مش مهم هم وزاره واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، مش مهم مين اللي بيشكل الوزاره، مش مهم مين شخص الوزير، المهم انك تبقى منظومه للبحث العلمي، يبقى كل واحد عارف دوره ايه بيعمله. يعني احنا بنشوف بعض الدول تتغير حكومات، تيجي حكومه ديمقراطيه تمشي، تيجي جمهوري يمشي، يجي مش عارف مين يشكل الحكومه، الموضوع ما يفرقش خالص، مالوش تتضم الحكومه ما تتضمش الحكومه، تتحط هنا ما تتحطش هنا الوزاره دي. انا من وجهه نظري انا يعني هو انا قلت لحضرتك في راي بيقول يؤيد وراي لا يؤيد، انا ليا راي ثالث مختلف تماما عن الاثنين، هو انا مش مهم هم مع بعض ولا هم عكس بعض، المهم هو ايه هي القوانين والتشريعات اللي بتحكم البحث العلمي، ايه هي الحوافز والتمويل اللي بتوفره الدوله للبحث. يعني لو هي وزاره البحث العلمي لوحدها وزاره مستقله وجابوا لها وزير قاعد ال 24 ساعه وما معهوش تمويل هيعمل حاجه؟ مش هيقدر يعمل حاجه، او معاه التمويل ومكبل بمجموعه من القيود و الى اخره هيعمل حاجه؟ برضه مش هيعمل حاجه. الخبرة احنا بنفترض ان اي حد بيتم تكليفه عنده خبرة، يعني دي حاجة مش هنتكلم فيها. تمام. طب انا عايز اعرف، بعض الناس برضه بيقولوا الباحثين في المراكز ان دكتور وائل الزجري غير مهتم بالبحث العلمي مقارنة بالتعليم العالي، ان كل القرارات بتتحط في التعليم العالي وتنصب في التعليم العالي، والبحث العلمي مهدر حقه في الفترة الحالية. شوفي هقول لحضرتك على حاجة، ربما يكون ظاهري الدكتور وائل جزء من وقته رايح للجامعات، لان هي الجامعات اللي بتمر بمرحله شويه استثنائيه هذه الفتره، لكن الاهتمام مش الاهتمام الظاهري، لكن يعني انا ارى ان لا احنا ما عندناش حاجه، يعني انا على الاقل اكثر واحد يعني شغل مناصب في منظومة البحث العلمي، يعني كنت باحثا بالمركز القومي للبحوث، وكنت رئيسا للشعبة ومدير لمركز التميز، دي جهة بتنفذ البحث العلمي، ثم انتقلت إلى أكاديمية البحث العلمي كنائب رئيس أكاديمية، جهة بتخطط للبحث العلمي في مصر، ثم انتقلت مدير صندوق فهي جهة بتمول البحث العلمي، يعني أقصد اشتغلت في كل أضلاع المنظومة اللي كنا بنتكلم عليها من الأول. أنا أؤكد إن الوقت الحالي هو أزهى وقت للبحث العلمي، أؤكد لازلت رغم كل الظروف الصعبة والاستثنائية اللي بتمر بيها مصر. ليه أنا بقول كده؟ إيه هي براهيني على كده؟ هل هو ده كلام إنشا، كلام يعني زي ما بيقولوا كلام جرايد يعني، ولا
ولا لا خالص؟ انا بفكر تفكير علمي، لماذا الفتره الحاليه هي ازهى فترات البحث العلمي في مصر؟ التمويل. لا نختلف على ان التمويل المخصص للبحث العلمي حاليا اضعاف اللي كان مخصص من 7 سنين. نعم، تم تفعيله ولا لا؟ احنا بص هقول لحضرتك، هو هيفعل في العام المالي الجديد اللي هو 14-15. ايوه، لكن حتى التمويل المتاح السنه دي يعني احنا، انا في صندوق العلوم والتنميه التقنيه عندنا تمويل جيد. تمويل جيد بس بيكفيش يا دكتور؟ لا ما بيكفيش، ما احنا اتفقنا ان هو ما بيكفيش، لكن انا بقارنه باللي كان موجود من 5 سنين او من قبل الثوره مثلا بسنتين. يعني قبل الثوره مباشره في 2010 كده بالظبط، كان تمويل البحث العلمي المخصص لصندوق العلوم والتنميه التكنولوجيه، وهو الوعاء الوطني لتمويل البحث العلمي في مصر، كان لا يتجاوز ال 150 مليون. السنه دي مثلا رغم الظروف الصعبه اللي البلد فيها 300 مليون. فعشان كده انا بقول الفتره دي هي ايه؟ هي الافضل. طب يا دكتور بقى بالنسبه ان هو استعيد 300 مليون، كانت الاولويه للابحاث اللي تطبق او تمول بمعنى اصح، كانت الاولويه للابحاث انهي؟ ليها علاقه بالفضاء ولا ليها علاقه بمشاكل المجتمع بيمر بيها حاليا؟ شوفي حضرتك، احنا عندنا مجموعه من الاولويات. في اولويات ملحه وضاغطه بيعاني منها المجتمع المصري زي الطاقه والصحه والمياه والزراعه والغذاء. دي 4 اولويات لا يمكن حد بيفكر في بحث علمي وفي خطه وفي استراتيجيه للبلد وما يشتغلش في دول. فكان جزء من التمويل، جزء كبير جدا، كانت منح موجهه لمجابهه الفيروس الكبدي سي، تحليه المياه، الطاقه الجديده والمتجدده من الطاقه الشمسيه، والزراعه والغذاء. وهقول لحضرتك ايه هي البرامج اللي مولناها باماكنها بتتنفذ فيها. مولنا برنامج للطاقه الجديده والمتجدده، الطاقه الشمسيه في جامعه القاهره. ولو تذكروا حضراتكم، ممكن ابدي حضرتك صور يعني تدعم التقرير. تم انشاء محطه للطاقه الشمسيه، محطه تجريبيه للطاقه الشمسيه بمدينه الشيخ زايد بواسطه فريق بحثي مصري من كليه الهندسه جامعه القاهره. بامتى يا دكتور؟ بتكلفه 6 مليون جنيه، وافتتحت يمكن من 3 شهور. موجوده على ارض الواقع في مبنى كليه الهندسه في الشيخ زايد. تمام، روح حضرتك صورها بنفسك. فدي حضرتك قلت تكلفتها كام؟ تكلفه 6 مليون. تمام، هو الاهم من التكلفه انها بخبرات وطنيه. تمام. لان الطاقه الشمسيه موجوده. بتوفر بقى يا دكتور ولا لا؟ نعم، بتوفر ولا لا؟ لا، هي محطه تجريبيه، مش ما دخلتش نطاق الانتاج. ولكن انت حضرتك، هو احنا ليه ما بنتوسعش في الطاقه الشمسيه؟ لان الطاقه الشمسيه مكلفه. يعني بمعنى ايه؟ انت لو عايزه تنوري بيتك من الطاقه الشمسيه يكلفك مثلا تشتري اجهزه ومعدات ب 15000 جنيه مثلا. ما يبقاش بنفس الكفاءه بتاعه الطاقه التقليديه. طبعا. اذا هنا الطاقه الشمسيه ايه؟ غاليه. تكنولوجيا مكلفه. ليه مكلفه؟ لان احنا بنستوردها، لا نملكها. تكنولوجيا التصنيع تكنولوجيا التصنيع مش بقول لك ازاي. وبالتالي اهم حاجه دلوقتي انك تمتلكي تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسيه والمركزات الشمسيه. ده ما تم بالفعل في المحطه التجريبيه اللي هي انشئت بخبرات وطنيه بنسبه تتجاوز ال 80%. يعني حتى المرايا العملاقة والإزاز والحاجات دي اتعمل في مصانع محلية مصرية. يبقى أول حاجة دي بنركز إن احنا نوطن التكنولوجيا. يعني مهم جدا إنك تتوسعي في الطاقة الشمسية، لكن الأهم إنك تنتجيها محليا، لأن استيرادها مكلف وغالي. التكنولوجيا نفسها.